الحيوانات والأطفال هم معلميني، أكبر معلميني، أكثر من الناس الكبار بالعمر والكتب والأشياء. من الطبيعة، الحيوانات والأطفال هم أكثر شيء أتعلم منهم. ليش؟ لأن كلهم بهم براءة، ومن البراءة قيمة الحياة ودروس الحياة نقية، ما بيها أي أجندة، ما بيها أي أفكار ثانية، نقية دروسهم. وهاليوم اللي أريد أشاركه اللي تعلمته من الطيور. تعلمت من الطيور عن مو بس العطاء، بس عن الأخذ. إحنا كمجتمع شرقي دائما يعلمونا عن الكرم، وكيف نعطي أو نخدم، نعطي الهدايا ونعطي الأكل أو نعطي 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 نعطي. وهذا كلش حلو بالمجتمع الشرقي، كلش كلش حلو مجتمعاتنا وثقافتنا، بس إحنا ما نعرف كيف نأخذ. نأخذ بسهولة بدون ما نقول لا 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 شكرا، لا 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 عيني عيب، لا 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 ما يصير ما يصير ما يصير، لا 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 أبدا أبدا أبدا، ومبالغة بالرفض، مبالغة بالرفض. وبهالمبالغة متعبة، متعبة للشخص اللي دي يقدم الهدية أو الخدمة، متعبة. تصور إذا واحد يقدم البقية يقول لا لا ما يصير ما يصير ما يصير، لا عيب عيب عيب، لا لا العفو 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 عفو، سامحيني سامحيني، ما يصير، مبالغة كلش. فإذا قد ما إحنا عندنا سهولة بالتقديم الخدمة، ما عندنا أي سهولة وأي علاقة بكيفية تقبل الخدمة أو الهدية أو العطاء بطريقة مريحة. وهي مشكلة بيها، مشكلة بيها، لأنه نثقل على اللي يعطينا هدية برفضنا من الهدية، لا لا ما يصير عيب 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 وهالأشياء هاي. فاليوم شو تعلمت؟ أنا خالة الأكل العصافير، أوكي؟ وأفرح شيء بحياتي، من أفرح أشياء بحياتي لما يجون العصافير ويأكلون من الأكل اللي أنا خالت لهم إياه، شيء بسيط، عملية بسيطة جدا. ولاحظ أنا كنت فرحانة إنهم يأكلون من الهدية اللي أنا ما أعطت لهم إياه، الأكل اللي اشتريت لهم إياه. وفكرت انه انا كل ما يعطوني احد هديه او خدمه او شيء حلو بدون اي سبب ارفضه دائما، لا لا ما يصير عيب، لا ابدا ابدا ما يصير، وابالغ بي. واني بهالتصرفات اني ابالي انه اني مستحيه ومؤدبه والاشياء، بس اني بهالتصرفات ده ارفض هديه الثاني، ارفض هديه الشخص المقابل، ودي أثقل، دي أسوي ثقل على قلب الشخص اللي يقدم الهدية. ولو أقلب الموضوع وأكون مثل العصافير، أكل الأكل ومشكور، والعصافير هم مشاكري لي، بس إنه بأكلي لما يأكلون الأكل دي يفرحون الشخص اللي ما أعطي الهدية. فاكتشفت إنه لما نأخذ بطريقة خفيفة ومريحة، مثل ما أن نقدم بطريقة خفيفة ومريحة من كل قلبنا، إذا نأخذ أيضا من كل قلبنا بدون طبعا ما دا أحكي على الطمع، دا أحكي على أخذ الهدايا بطريقة مريحة محبة، مثل أعطاء الهدايا بطريقة مريحة ومحبة، الثنين مهمين. إحنا تعلمنا بالمجتمع الشرقي بس الأخذ بس العطاء، ما تعلمنا كيف نأخذ بنفس الروح العطاء، بروح طيبة، بروح هادئة. وهذا الشيء تعلمته بالكبر. فرجاء لما أحد ينطيكم أو أحد يخدم لكم، أخذوا قدروا الهدية، بس لا تبالغوا، لا لا ما يصير ما يصير ما يصير، الثقل السوون، أخذوها بطريقة حلوة ورح ترجعون الهدية أكيد بطريقة حلوة. بس لازم نعرف الأخذ والعطاء، الأخذ والعطاء بطريقة مثل هم الثنين نفس الشيء، نفس المهمة بالنسبة لهم لحياتنا. أرجو أني يساعدكم هذا. كل حبي لكم، كله كله كله.